هلا اذا بتطلع هون عندنا زي ما حكيت 6 degrees of freedom. هذا هون فيديو عشان يفرجي الورك سبيس تبعه والكابابيلتيز تبعته. هي عندنا 1 degree of freedom هون اللي هي بلف حوالين البيس. بعدين عندنا 2 degree of freedom كمان ريفلوت كلهم ريفلوت جوينتس. هي الثاني من هون. عندنا الثالث هون. هلا شايفين محل ما بتشوفوا هون القطعة الغامة لونها غامق السوداء هون في عندنا جوينت في عندنا ريفلوت جوينت بعدين عندنا ريست بعدين في جوينت إضافية هلا رح تشوفوها هون وآخر إشي كمان هون في عندي ريفلوت جوينت فعندنا ريفلوت جوينت هون وريفلوت جوينت هون الزد إلهم متوازي بنفس الاتجاه وبينهم في كمان ريفلوت جوينت 90 درجة الزد تبعها عليها 90 درجة هذا تيبيكال أوف ماني مانيبيوليتر أرمز هاي شايفين هاي الجوينت اللي حكيت عنها هون في عندي ريفولوت جوينت هاي الريفولوت جوينت اللي فوق منها قبل الاند افكتر بعرف ما فرجاش هو الاند افكتر بس الاند افكتر نفسها كمان فيها ريفولوت جوينت هلا اللي منكم بيقدر في المشروع يعمل انيميشن زي هيك كمان بكون ممتاز طبعا هاي الحركة كلها باث بلاني تتحرك بهذا الشكل اوكي نشوف فيديو ثاني نفس الفكرة عندنا تحريك قطع تشيس بعرف اذا مبين الصورة واضحة الصورة هون كأنه نيوماتيك نعم بس الاند افكتر البيئة وحركات كهربائية